السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واتمنى ان كلكم تكونوا بخير، واهلا بيكم في فيديو جديد في القناة. في فيديو النهاردة هنتكلم عن افضل اربع كيسات كمبيوتر بداية من سعر 200 لحد 1700 جنيه، وهكلمك عن التجمعات المناسبة لكل كيس هتكون في حدود من كام لكام عشان تكون يعني مظبط الميزانية بتاعتك، وهيكون في كيسات تقدر تبني عليها تجمعات بسعر اكتر من 20000 جنيه. بس خليني الاول اقولك تعريف سريع بالقناة لو اول مرة تشوفنا. لو انت مهتم بالتجمعات الاقتصادية انصحك تشوف باقي الفيديوهات اللي في القناة، هتلاقي تجمعات بداية من سعر 1000 جنيه. ولو عجبك المحتوى يا ريت تشترك في القناة وتعمل لايك للفيديو لان ده فعلا بيساعد القناة انها تستمر، وهسيب لك رابط الانستجرام في الوصف لو حبيت تسالنا اي سؤال، وكمان رابط الفيسبوك والتيك توك بنزل عليهم مقاطع قصيره لو حبيت تتابعنا هناك. خلينا نبدا بالاقل في السعر، وهي الكيس اللي بسعر 200 جنيه. وكيسات الكمبيوتر بالسعر دوت بتبقى مطلوبه لو انت مثلا بتعمل تجميعه من التجميعات الاقتصاديه اللي احنا اتكلمنا عنها في القناه، ومش عايز اي شكل او اي حاجه من الكيس، عايز تعمل تجميع مثلا بسعر 2000 جنيه تقدم لك افضل اداء بالسعر دوت، ومحتاج كيس بس تلم لك قطع التجميع على بعض، ومش حابب ان انت تجيب كيسات استيراد او مش حابب شكل الاستيراد، او لو انت جبت القطع بتاعه التجميع خلاص وما كنتش حاطط الكيس في الميزانيه بتاعتك، فتقدر ان انت تجيب كيس زي ديت وتجمع فيها بدل ما تجمع في الكرتونه بتاعه المذر بورد مثلا. وللاسف وبسبب السعر القليل مفيش مكان محدد يسيب لك الرابط بتاعه تشتري منه الكيس، على عكس الثلاث كيسات التانيين اللي احنا هنتكلم عنهم في فيديو النهارده، هيكون ليهم رابط ومكان معين لو حبيت ان انت تشتري الكيسات ديت، لكن بسبب ان الكيس سعره قليل فانت هتتعب شويه عشان تلاقيها. بس انا مش هسيبك تدور، وهعرفك على طرق تجيب بيها كيسات بالسعر دوت. اول طريقه هو ببحث بسيط جدا على الاوليكس، طلع لي كيسات بالشكل دوت اللي هي الكيسات بتاعه التجمعات القديمه، وممكن تلاقي كيس بالباور زي اللي في الاعلان دلوقتي بسعر 180 جنيه، فانت تقدر تشوف اي اعلان على الاوليكس وتشوف لو المكان قريب منك تروح تجيب الكيس منه، ولو انت في محافظه ثانيه تقدر تتفق معاه ان هو يشحن لك الكيس لحد عندك، والشحن هيكون بحوالي 50 جنيه. والطريقه الثانيه واللي انا بفضلها ان انت تنزل المكان اللي في محافظتك اللي بيبيعوا فيه اجهزه كمبيوتر، مول البستان مثلا في القاهره او سوق كمبيوتر في اسكندريه، وهتلاقي تجمعات قديمه زي اللي في الصوره ديت، وهتلاقي انواع كثيره من الكيسات، حاجات مثلا جابا جامبو وتايجر اي اكس 3، وهتقول له ان انت عايز الكيس بس من غير اي قطع جواها، وهتلاقي اسعار حتى اقل من 200 جنيه، لان انا سالت عن كيسات شبه كده ولقيت تجار بيبيعوها ب 50 او ب 100 جنيه. وفي الفتره الحاليه بحاول ان ادور لكم على تجار او صفحه كويسه يكونوا بيبيعوا الكيسات ديت بكميات علشان الموضوع يبقى اسهل بالنسبه لكم وتقدروا تطلبوا الكيس على طول، لكن لحد ما الاقي مكان كويس واعمل لكم فيديو عنه. فاستخدم اي طريقه من الطريقتين اللي قلتهم لك وهتلاقي كيسات كتيره بالسعر دوت. نعلى شويه بالميزانيه ونطلع الكيس اللي بسعر 750 جنيه، وهي كيس نوفا من بيت فينكس، والكيس بتقدر تركب فيها بوردات بحجم اي تي اكس ومايكرو اي تي اكس وميني اي تي اكس، ومبردات للمعالج لحد طول 160 ملي، وخلي بالك من طول المبرد قبل ما تجيبه عشان لو جبت مبرد كبير باب الكيس مش هيرضى يقفل. والكيس فيه اربع اماكن لهاردات بحجم 3.5 ومكانين للاس اس دي، وفيها فلتر لاضطراب للباور سبلاي، ومدخل يو اس بي 3.0، ومدخل يو اس بي 2.0، ومدخل للمايك والسماعه. والكيس بتيجي بجزء شفاف من الجنب تقدر تشوف منه القطع، وبتيجي مروحه واحده في الكرتونه 120 ملي، وتقدر تركب مروحتين 120 ملي من قدام. والكيس بتيجي باللون الابيض والاسود، وهتلاقي عرض تاني على الكيس مع باور 350 واط، والكيس سعره 1450 جنيه. وما انصحكش بالعرض دوت لان انت تقدر تجيب الكيس زي ما هي ب 750 جنيه وتجيب باور 400 واط مستعمل بحوالي 500 او 600 جنيه، وهتبقى وفرت فلوس وجبت باور سبلاي اعلى. والكيس ديت هتكون مناسبه للتجمعات بدايه من سعر 4000 لحد 10000 جنيه، وطبعا تقدر تستخدم الكيس في تجمعات اقل او اعلى من كده، بس دوت الرينج المناسب عشان تكون الميزانيه مظبوطه. يعني مش هينفع تكون انت بتجمع تجمع بسعر 3000 جنيه وتجيب كيس بسعر 750 جنيه اللي هي ثلث الميزانيه تقريبا، وتصرفها على الكيس وانت المفروض تدفع كل جنيه في قطعه بتحسن لك الاداء بتاع التجميع. والكيس اللي بعدها وهي اعلى منها بشويه، وهي من ايفيت كاي وبسعر 1200 جنيه. والكيس بتيجي باربع مراوح ار جي بي وخط ار جي بي من قدام، وشكلها كويس جدا وتعتبر شبه كيس الان بلاي اي اس 01، واحنا كنا اتكلمنا عنها قبل كده كتير. والكيس ديت بتبنى عليها تجمعات بدايه من 4000 لحد 17000 جنيه، والكيس فيها مكان للهارد عادي وثلاث اماكن للاس اس دي، وبتقدر تركب فيها خمس مراوح 120 ملي، ثلاث مراوح من قدام ومراوح من خلف الكيس، ومروحتين من فوق وكلهم برضو بحجم 120 ملي. والكيس بتيجي معاها اربع مراوح ار جي بي، وتقدر تركب فيها مبردات للمعالج بطول 160 ملي، وبتيجي بجزء اكريليك من الجنب بيكون زي الازاز وشفاف برضو عشان تقدر تشوف القطع بتاعه التجميعه، ولكنه بيكون مقاوم للكسر اكتر من الازاز. والكيس اللي بعدها والاخيره من بيت فينيكس بسعرها 1725 جنيه، والكيس ده شكلها عجبني جدا بالخطوط الار جي بي اللي من الاربع زوايا، مديه شكل كويس جدا للكيس، وبتقدر تركب فيها مروحتين من قدام ومروحتين من فوق ومروحه من خلف الكيس وكلهم بحجم 120 ملي، وبتيجي مع الكيس مروحتين جاهزين وانت بتشتري الباقي. والكيس بتيجي بتمبرد جلاس من الجنب عشان تقدر تشوف القطع، ثلاث اماكن لتخزين الاس اس دي، ومكانين للهارد 3.5، وتقدر تجيب معاهم مبردات للمعالج لحد 160 ملي. وكل الكيسات ديت هسيب لك الرابط بتاعها في الوصف لو حبيت تشتريها. وبس كده يا صاحبي، ديت كانت كل حاجه معانا النهارده، اتمنى يكون الفيديو افادك وعجبك، ولو عندك اي استفسار اكتبه لي في كومنت، واستنوني ان شاء الله في فيديو تاني قريب، وسلام.